الأمم الثالثة في القاهرة، هذه نشرة إخبارية مفصلة. أسعدتم أوقاتا أينما كنتم، أهلا بك دينا. أهلا بك أحمد، مرحبا مشاهدينا. البداية بأبرز العناوين. مصدر مصري رفيع المستوى ينفي للقاهرة الإخبارية وجود قوات إسرائيل أو وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية في مصر للتباحث حول التهدئة في قطاع غزة. كلمة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أمام الكونغرس الأمريكي، ودعوات لتنظيم مظاهرات ضخمة أمام الكونغرس اعتراضا على الزيارة. حزب الله ينشر مقطع فيديو لتصوير جوي يقول إنه لقاعدة راميد ديفيد العسكرية الإسرائيلية. بدايتنا مع تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نفى مصدر مصري رفيع المستوى وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة. كما نفى المصدر قيام إسرائيل بإبلاغ مصر بردها حول مقترح التهدئة، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي. أضاف المصدر المصري رفيع المستوى أن نتنياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس بادعاء غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين وتكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية بقطاع غزة وتحقيق تقدم باتفاق التهدئة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات هناك، وأفادت بأن تلك المجازر راح ضحيتها 55 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى إصابة أكثر من 110 آخرين. يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9145 شهيدا منذ أكتوبر الماضي، فيما بلغ أعداد الإصابات أكثر من 90,000 إصابة حتى الآن. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بسقوط شهيدين، أحدهما طفل إثر إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة صوب الفلسطينيين بالمناطق الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة. أشار مراسلنا أيضا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة في خان يونس بالتزامن مع توغل آليات الاحتلال شرقي المدينة. وأضاف مراسلنا أن هناك العديد من الجرحى بنيران قوات الاحتلال داخل مدرسة في بلدة القرارة، وأفاد باستشهاد 121 فلسطينيا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على خان يونس، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أجزاءها الغربية بشكل كامل وينفذ قصفا مكثفا على المناطق التي يدعي أنها آمنة. أفاد مراسلنا بإصابة أحد العاملين في مؤسسة المطبخ المركزي العالمي، مشيرا إلى أن العامل في المؤسسة نقل لمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. كانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار على شاحنة مساعدات في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وأصابت سائقها بجروح. كما أفاد مراسلنا نقلا عن شهود عيان أن دبابات الاحتلال فتحت النار على شاحنة مساعدات قرب مستشفى السلام كانت في طريقها لنقل سلال غذائية لصالح مؤسسة المطبخ المركزي العالمي. قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوى إن أكثر من 200,000 فلسطيني نزحوا من مناطق مختلفة بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي تصريحاته للقاهرة الإخبارية أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
أن الاحتلال يعمل على تضييق المساحة التي يدعي أنها آمنة في جنوب القطاع. مشهد النزوح في خان يونس هو الأصعب والأخطر، أكثر من 200 ألف مواطن نزحوا من المناطق الشرقية وأيضا من مناطق مختلفة في مدينة خان يونس باتجاه مناطق مختلفة غرب خان يونس أو إلى غيرها في وسط قطاع غزة. هناك أيضا أسر لا زالت محتجزة تحت إطلاق الرصاص والقذائف والصواريخ من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وصلت الكثير من المنشدات من هذه الأسر. لا زال هناك أيضا عشرات من المواطنين الذين أصيبوا في الطرقات، تم فقدان الاتصال مع هذه الأسر ومع هؤلاء المصابين والجرحى. هذه الأمور تجعل وتضيق المساحة التي يدعي الاحتلال لها آمنة ولكنها لا تفتقد الأمان. الأمور تزداد سوءا وخطورة على كافة المستويات في ظل الكارثة الإنسانية وتداعياتها وعدم توفر أبسط الاحتياجات، لا دواء ولا ماء ولا حتى كميات الغذاء التي تتناقص بشكل كبير جدا. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أنه لا مكان آمن في قطاع غزة مع استمرار أوامر الإخلاء التي يعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت أونروا أن مناطق النزوح في قطاع غزة باتت محدودة للغاية، مشيرة إلى أن الفلسطينيين في القطاع أصبحوا منهكين من النزوح المستمر مع الظروف غير الصالحة للعيش، وهم محاصرون في مناطق صغيرة ومكتظة بشكل متزايد. وهذه وقفة لمتابعة تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة. فجأة ما سمعنا الصاروخ طلع، شفنا أشلاء، فجأة الثاني بده يسع فضربوا. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، كلهم فدا القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني باقتحام بعض البيوت. بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تكسير سيارات. أصف الشاهد بدمه. أفادت مراسلتنا باستشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا ومدينتي طوباس وطول كرم بالضفة الغربية المحتلة. كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 589 شهيدا، بينهم 142 طفلا. وقد أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال توغل الأخيرة لمخيم قلنديا. أصيب عدد من الفلسطينيين بحالة اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية أرطاس جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. أفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها القرية. يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه أعمدة الدخان من آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في قرية أرطاس عقب استهدافها بزجاجة حارقة. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيا على الأقل في مدن ومحافظات الضفة الغربية المحتلة. أوضحت الهيئة أن من بين المعتقلين جرحى وأسرى سابقين. كما أعلنت الهيئة ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية ما بعد 7 أكتوبر الماضي إلى نحو 9785 معتقلا. هاجم مستوطنون إسرائيليون ملثمون مجموعة من النشطاء الأجانب في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية. وبحسب وسائل إعلام فإن أمريكيين اثنين ومواطنا ألمانيا تعرضوا لإصابات إثر الهجوم من جانب المستوطنين ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. صورة ليست بجديدة، فكم من نشطاء حول العالم حاولوا مراراً إظهار رفضهم لخطط الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الضفة الغربية المحتلة، رفض أيدته مؤسسات دولية بل وحكومات غربية،
محكمة العدل الدولية في قرارها مؤخراً أدانت سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. العدل أسمته احتلالاً ووصفته بالانتهاكات للقانون الدولي، ورأت في آلة التوسع الاستيطاني جريمة على العالم أن يقف في وجهها. دول من الاتحاد الأوروبي اتخذت قراراً بحظر المشتريات العامة للمنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفتها بأنها منتجات غير شرعية. نشطاء حملة الدفاع عن فلسطين محاولة لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، والتضامن معهم في وجه محاولات مصادرة أراضيهم بغير حق. فكان الضرب والمنع والاعتداء هو الرد الإسرائيلي فقط، لأنهم أرادوا مرافقة مزارعين فلسطينيين حاولوا الدخول إلى أرضهم حيث شجر الزيتون. الاعتداءات على النشطاء الأجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس بالجديد، بل هو عنف ممنهج إسرائيلي قديم. ويبقى مشهد دهس جرافة الاحتلال للناشطة راشيل كوري ضمن 8 آخرين من حركة التضامن الدولية جعلوا أنفسهم دروعاً بشرية لحماية مخيم رفح للاجئين عام 2003، مشهد سيظل خالداً وشاهداً على الجرائم الإسرائيلية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه وحريته ودولته المستقلة حتى ولو بعد حين. رحبت مصر بقرارات لجنة التراث العالمي التابعة لمؤسسة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم يونسكو بشأن الحفاظ على المواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي تحت الخطر وحمايتها. أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبصفة خاصة في البلدة القديمة في القدس، وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بوقف الإجراءات غير القانونية الهادفة لتغيير طابع القدس الشرقية وضرورة احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 14 عسكرياً خلال 24 ساعة الماضية، وأوضح جيش الاحتلال أن العسكريين 14 أصيبوا في 3 جبهات مختلفة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والحدود الجنوبية للبنان. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يسعى لإشعال الأوضاع في الشرق الأوسط وفق تعبيره. وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أي مفاوضات لضم بن غفير إلى مجلس الحرب، مؤكدا سعي بن غفير إلى تنفيذ مخططاته الاستيطانية. وأكد يوآف جالانت معارضته التامة لانضمام بن غفير إلى أي مجلس حرب حاليا أو مستقبلا. قراءة أكثر تفصيلاً في هذا الملف نتحول به إلى فيروز مكي. فيروز مد، شكراً دينا، أهلاً بكم. وللمزيد تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، في البداية أرحب بك. إذن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط 14 قتيل بين جنوده في 3 جبهات، ولكن هناك أخبار أخرى تفيد بأن العدد أكبر من ذلك. هل بالفعل يحاول جيش الاحتلال إخفاء الحصيلة الحقيقية لجنوده القتلى في الجبهات في قطاع غزة؟ بالفعل فيروز، ولكن هذا الإعلان كان عن إصابة جنود وليس مقتل جنود، وهذه الإصابات في طبيعة الحال كما اعتدنا على جيش الاحتلال الإسرائيلي فهي تحاول أن يكون كل هذه وتكون كل هذه المعلومات تحت طي الكتمان والسرية، وخاصة بما كشفته بعض المشافي والمراكز الطبية الإسرائيلية التي كانت في بداية الحرب تتعامل مع الإصابات التي تأتي إليها سواء من الحدود الشمالية أو الحدود الجنوبية، يكون الإعلان من قبل هذه المشافي والمراكز الطبية أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولربما هذا ما دفع المنظومة الاستخباراتية والشباك جهاز الأمن العام إلى إصدار قرار لهذه المشافي بعدم الإدلاء بأي تصريحات
فيما يتعلق بأعداد القتلى والإصابات. هذا الإعلان كان مجمل الإصابات في 24 ساعة الماضية، والحديث بأنه في ثلاثة محاور ولربما ثلاثة جبهات كما يصفها جالنت، من ضمن الجبهات السبعة التي يجابه الاحتلال الإسرائيلي فيها المقاومين، تحديدا في الجنوب، ويقصد بذلك المعارك الطارية في قطاع غزة، لا سيما في خان يونس أو في الشمال أو وسط ورفح تحديدا جنوبا، أو في الحدود الشمالية، وخاصة أن كان هنالك أمس تصعيد لافت من قبل حزب الله متمثل في إطلاق مسيرات صواريخ استهدفت تحشدات العدو الإسرائيلي أو حتى مناطق عسكرية وبؤر عسكرية. هذا ما دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى الإعلان عن إصابة في صفوفه أيضا في الحدود الشمالية. طيب دانا، دانا، ما اتهم به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائلا أن إيتمار بن غفير يسعى لإشعال الأوضاع في الشرق الأوسط. كيف يؤثر هذا الشقاق على الداخل الإسرائيلي، ومن من الشخصيتين تحظى ربما بدعم الشارع الإسرائيلي؟ يوآف جالانت في طبيعة الحال لديه ثقل سياسي أكبر من إيتمار بن غفير، وخاصة حينما أقال بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت فيما كان يسمى حينها إصلاح النظام القضائي، كان هنالك تظاهرات حاشدة في الشوارع الإسرائيلية دفعت بنيامين نتنياهو شخصيا والائتلاف الحكومي عامة إلى إرجاع يوآف جالانت إلى منصبه. هذا يدلل بأن الشارع الإسرائيلي يثق أكثر في يوآف جالانت مقارنة بإيتمار بن غفير، حتى أن بنيامين نتنياهو نفسه لا يثق بإيتمار بن غفير. وتعقيبا على هذا الموضوع الذي قال فيه متفاخرا، وهذا الشخص الذي يحب الثرثرة الإعلامية وأن يتصدر الأضواء، قال أن المستوى السياسي سمح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل، ويقصد بذلك المسجد الأقصى المبارك، وأنا المستوى السياسي. بنيامين نتنياهو نفى هذه القرارات قطعا، وقال بأنه لا تغيير على الوضع التاريخي القائم، أي الاستاتيكو، أي أن الوضع في المسجد الأقصى على ما هو عليه. كذلك الحال انتقد يوآف جالانت هذه التصريحات على لسان إيتمار بن غفير، وقال بأنه يشعل فتيل المنطقة ليس فقط في إسرائيل بل في الشرق الأوسط، وبأنه مجنون وتصريحاته يصفها بالجنون. هذا أيضا من جهة أخرى دفع إيتمار بن غفير إلى مهاجمة جالانت وأدرعي مرة أخرى، وقال بأنهم أصحاب فكرة المناورة في الجنوب أي في قطاع غزة والهدوء المستدام أو التسوية في الشمال، وبأن بسبب وجودهم حصل السابع من أكتوبر. حتى أن الائتلاف الديني الإسرائيلي أيضا كان قد انتقد مثل هكذا تصريحات، وقال وفق الديانة اليهودية لا يحق للمستوطنين الصعود إلى جبل الهيكل كما هو الحال عليه الآن، ويقصدون بذلك أنه لا سمح الله يجب هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم عليه. لذلك أيضا كانوا قد طلبوا من بنيامين نتنياهو إيضاح حول هذه المعلومات. يبدو أن إيتمار بن غفير يحاول وضع بنيامين نتنياهو في الزاوية من خلال هذه التصريحات التي تزيد وتعمق الخلافات والمناكفات السياسية لكي يكون هنالك مقايضة. السكوت عن مثل هكذا تصريحات، تمرير قوانين في الكنيسة مقابل إدخاله طيب في مؤتمر أو منتدى أمني مصغر. في زيارة بنيامين نتنياهو اليوم للولايات المتحدة الأمريكية والخطاب الذي من المنتظر أن يلقيه أمام الكونغرس الأمريكي، من ناحية أخرى إيتمار بن غفير بتسييل سموتريتش كانوا دائما ربما يوجهون الاتهامات لبنيامين نتنياهو بأنه لعبة في يد الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفعه لمهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية في خطاب علني ربما للتقرب منهم. اليوم كيف ينظر لهذه الزيارة وما هو المرجو منها أيضا؟ يحاول اليمين المتطرف وهو ذال غلبة على الحكومة الإسرائيلية والكنيسة الإسرائيلية استمرار هذه العلاقات بين الحليفين كما يقولون. أهم ما يهم هذا الائتلاف الحكومي اليميني وتحديدا إيتمار بن غفير وسموتريتش هو استمرار إمدادات وذخائر عسكرية من قبل الإدارة الأمريكية لإسرائيل، وما يهم أكثر هو أن تعود العلاقات إلى طبيعتها بين الحليفين كي لا تصدر أوامر اعتقال أو محاسبة
بحق المستوطنين وعلى رأسهم إتمر بن كبير وسموتش بسبب التحريضات المستمرة وبسبب اعتداءات المستوطنين التي يدعمونها تحديدا على الضفة الغربية. لذلك الآمال من هذه الكلمة والزيارة بالنسبة لليمين المتطرف هو غض البصر عن أفعال اليمين المتطرف من التحريضات سواء الكلامية أو الفعلية واستمرار إمدادات هذه الذخائر، وخاصة أن هذه الكلمة لربما أجلت انعقاد يعني اجتماعات فيما يتعلق في صفقة التبادل، وهو ما يريده إتمار بن كبير وسموتريتش بأن لا يكون هنالك صفقة التي وصفوها بأنها خسارة للإسرائيليين. نعم، طيب من ناحية أخرى دانا، يعني كان الخبر أو البداية في عملية ما أسموه بتجنيد أو استدعاء الجنود من طائفة الحريديم كان قد تسبب شقاق كبير في الداخل الإسرائيلي، اليوم إلى أي مدى أثر هذا الشقاق على ربما أحكام الحكومة الإسرائيلية، على أيضا مصير بعض الساسة وبعض أعضاء هذه الحكومة؟ أثر ولكنه سيؤثر أكثر إذا ما تم بالفعل عدم الاستجابة لهذه النداءات والاستدعاءات التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي للدفعة الأولى من الحريديم أي المتزمتين دينيا، وخاصة أن الحاخام الأكبر كان قد قال لمن استلم مثل هكذا استدعاءات بأنه لا يكون هنالك إجابة واستجابة من قبل المستوطنين. لربما هذا أيضا يعمق الشرخ والخلاف المتواجد بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وخاصة أن جالنت والمعارضة والعديد من الوزراء يرون بضرورة أن يكون هنالك توزيع بأعباء الحمل، وتحديدا مع استمرار إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي وجود جرحى وقتلى في صفوفه. نعم. ولكن التهديد الأكبر فيروز كان قد ذهب بأنه لا يتم فقط الحديث عن الانسحاب من داخل الائتلاف الحكومي، إذا ما أجبرت الحكومة الإسرائيلية هذه الفئة فسيكون هنالك مغادرة. نعم. من قبل هذه الفئة لأراضي إسرائيل. نعم. على حد قولي. من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. نعود لاستكمال ملفات هذه النشرة مع الزميلين أحمد أبو زيد ودينا زهرة، شكرا إليكما. شكرا جزيلا. أفاد مراسلنا في معبر رفح البري الحدودي بتحرك 19 شاحنة مساعدات إنسانية باتجاه معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى 4 شاحنات غاز. يأتي هذا في ظل الاشتباكات العنيفة التي لا تزال جارية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مع استمرار آليات الاحتلال العسكرية في استهداف مناطق عدة من جنوب قطاع غزة. الآن ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى النافذة اليومية من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري مع الزميل أحمد بوصيلة موفد القاهرة الإخبارية، إليك أحمد. شكرا دينا، مرحبا بكم من أمام معبر رفح الحدودي من الجانب المصري. بالفعل هناك 19 شاحنة تحركت من هنا من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، إلا أن الاحتلال رفض دخول 10 شاحنات من هذه الشاحنات، وعادت مرة أخرى ولم يقبل إلا بدخول 9 شاحنات فقط من المساعدات الإنسانية و4 شاحنات من الغاز. أما عن الجانب الميداني فما زالت العمليات العسكرية الإسرائيلية متواصلة منذ 292 يوما. اليوم كان كالعادة منطقة رفح الحدودية مع الجانب المصري تتعرض هذه المدينة وهذه المحافظة لضربات متتالية، وتحديدا في غرب رفح الفلسطينية، وتسمع هذه الضربات بوضوح من الجانب المصري. خان يونس ما زالت تتعرض لهجمات متواصلة مع زيادة كبيرة في عدد الشهداء والضحايا مع وجود اشتباكات في هذا التوقيت. الضفة الغربية أيضا لها نصيب دائما في الفترة الأخيرة من اجتياحات واعتقالات وأيضا من تجريف وتدمير للبنية التحتية. نفتح هذه النافذة من خان يونس مع بشير جبر، ومن الضفة الغربية مع ولاء السلامين. مع هذه النافذة أبدأ معك بشير، ما آخر التطورات؟
تحية لك أحمد. يعني المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس لا زالت تشهد قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية. هذه القذائف تتساقط بشكل كثيف باتجاه طريق صلاح الدين، وهو الطريق الذي يفصل المنطقة الشرقية عن المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. هذه المنطقة تتساقط عليها القذائف بشكل مستمر. قبل قليل أيضا تقدمت بعض الآليات باتجاه هذا الطريق مقابل مستشفى دار السلام على طريق صلاح الدين الرئيسي في مدينة خان يونس. كذلك الطائرات المروحية الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق نيرانها بشكل مكثف باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس في أقصى جنوب قطاع غزة. أيضا مدينة رفح والتي تقع في أقصى جنوب قطاع غزة لا زالت تشهد قصفا مستمرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة، وخصوصا في منطقة حي تل السلطان والحي السعودي الأول والثاني والذي تقعان في المنطقة الغربية لمدينة رفح. هذا القصف المكثف من تلك الآليات أدى إلى دمار واسع في تلك الأحياء وتدمير مكثف وكبير في المباني السكنية والمنشآت الخدماتية في تلك المناطق. إذا ما تحدثنا عن مدينة غزة وتحديدا جنوب مدينة غزة حيث حي تل الزيتون أيضا لا زال يشهد هذا الحي قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية باتجاه تلك المنطقة، وبالتالي نحن نتحدث عن عدوان إسرائيلي يتوسع باتجاه كل أحياء قطاع غزة. أحمد، إذا ما تحدثنا عن الأوضاع الإنسانية، الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية وخصوصا في ظل نزوح الفلسطينيين من المناطق الشرقية مدينة خان يونس باتجاه وسط وغرب هذه المدينة. لا زال هؤلاء النازحون يفترشون الأراضي والطرقات العامة والشوارع في مدينة خان يونس، لا يجدون مأوى لهم في ظل اتساع الاحتلال الإسرائيلي لوقعة عملياته العسكرية في المنطقة الشرقية. لنا الأرقام تشير إلى نزوح ما يقرب من 150 ألف نازح من خان يونس وتحديدا من المنطقة الشرقية. ما دقة هذه الأرقام؟ يعني أكثر من 45 ألف نازح أو 45 ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، اضطر معظمهم للنزوح غربا باتجاه المنطقة الغربية لهذه المدينة، إلا أن هناك العشرات بل المئات من العائلات حوصرت في داخل منازلها وفي داخل مراكز الإيواء، لأن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالقصف بشكل مباشر عقب إعطائه أوامر الإخلاء لتلك المنطقة ولم يتمكنوا من الخروج من مناطقهم ولا زالوا محاصرين حتى هذه اللحظة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، إلا أن هناك أيضا آلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا تقدر عددهم ب 150 ألف مواطن توجهوا إلى المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، لا يجدون مأوى لهم في تلك المناطق التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي على مر هذا العدوان. نعم، إلى الضفة الغربية سريعا ولاء السلامين، هناك تطلعنا على التطورات، وقبل هذه التطورات هناك يبدو أن هناك تطورات في رفح الفلسطينية، نستمع بوضوح إلى ضربات عنيفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، تفضلي ولاء. أهلا بك أستاذ المشاهدين، نتحدث عن مخيم عقبة جبر في هذه الأثناء، قامت قوات الاحتلال باقتحامه وباقتحام ومداهمة منزل الشهيد محمد البيطار الذي استشهد في الآونة الأخيرة أي في الشهر الماضي، وقامت بتخريب وتدمير المحتويات في المنزل حتى خزانات المياه لم تسلم من قوات الاحتلال، وقامت بتمزيق صور الشهيد محمد البيطار. أيضا نتحدث عن الكتب الموحدة اليوم ودعت الضفة الغربية عدد من الشهداء، نتحدث من كركرم وأيضا قلنديا و في عدة منازل كان هناك مداهمات، وأيضا نتحدث عن تلك المداهمات لمدينة طوباس الذي ارتقى فيها ضابط من الضابطة الجمركية، حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من الرصاص الحي على هذا الضابط، وكانت فيديوهات تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأكذوبة الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الإعلام الإسرائيلي الذي قال أنه هو
هو كان يعني في هذا المقر يحمي مطلوبين، وقامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من الرصاص الحي عليه. هناك بعض الأكاذيب التي تداولها الإعلام الإسرائيلي، ولكن مدير العلاقات العامة في الضابطة الجمركية تحدث بأنه قتل بدم بارد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولم يرد من سلاحه بأي طلقة من الطلقات على القوة الخاصة التي داهمت مدينة طوباس. أيضا في مدينة أو حتى في مخيم قلنديا كان هناك اقتحام موسع لهذا المخيم، وقاموا بتفجير منزل الشهيد محمد مناصرة، وارتقى شهيدا من عائلة أصلان في مخيم قلنديا وورى إلى مثواه الأخير. أيضا في مدينة طولكرم كان هناك أيضا شهيد متأثرا بإصابته، نتحدث منذ يوم أمس ولغاية هذه اللحظة 11 شهيدا ودعت الضفة الغربية. هناك 3 جثامين قد احتجزها قوات الاحتلال من مخيم طولكرم، ولا زالت الاقتحامات الموسعة لجميع مناطق الضفة الغربية تحت قبضة الاحتلال الإسرائيلي. نعم، شكرا ولاء السلامين من الضفة الغربية، وبشير جبر من خان يونس. كانت هذه النافذة من أمام معبر رفح الحدودي من الجانب المصري. نشكركم على حسن المتابعة، وعودة إلى القاهرة لاستكمال ملفات هذه النشرة مع دينا وأحمد، إليكما. شكرا جزيلا لك أحمد. أفاد إعلام إسرائيلي نقلا عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هناك تحركا وصف بالكبير بشأن المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. واعتبر نتنياهو أن مفتاح إتمام صفقة جيدة هو تنفيذ مزيد من الضغط على حركة حماس. قال نتنياهو إن إسرائيل تخوض حربا وجودية، مشيرا إلى الالتزام باستعادة جميع المحتجزين من قطاع غزة. يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم خطابا أمام الكونغرس الأمريكي. يتوقع أن يستخدم نتنياهو منبر الكونغرس ليدافع عن هدفه المعلن المتمثل في القضاء على حركة حماس، في محاولة منه لمطالبة الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الدعم العسكري لآلة الحرب الإسرائيلية. من المقرر أن يلتقي غدا كذلك في واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط تقارير إسرائيلية تقول إن تل أبيب تعهدت لواشنطن بأن يكون خطاب بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس خاليا من أي انتقادات لبايدن وإدارته. مزيد من التفاصيل في هذه الوقفة من جديد مع فيروز مكي. فيروز، شكرا لك أحمد. شكرا دينا. وللمزيد ينضم إلينا من الخليل أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد أحمد، في البداية أرحب بك. إذن هذه الزيارة أو الخطاب الرابع لبنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، ولكن هذه الزيارة لم تأتي بدعوة من البيت الأبيض، جاءت من بدعوة من قادة برلمانيين. ما الذي يعنيه هذا، وما أهم ما ستتضمنه ربما هذه الكلمة أمام الكونغرس؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. يعني بداية دعينا نشير إلى مسألة، أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هي علاقة تبادلية، وأن هذا العشق هو تبادلي، إذ أن القيادة الأمريكية بكافة مكوناتها، الإدارة الأمريكية والأحزاب، تعي تماما أهمية إسرائيل. لا، والعكس صحيح، إذ أن بنيامين نتنياهو الذي أطلق العنان في فترة ما إلى نجله يائير وإلى الوزير إيتمار بن غفير من أجل مهاجمة الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص شخص الرئيس بايدن، ويعي تماما أهمية الولايات المتحدة لإسرائيل، بل لولا الولايات المتحدة باعتقادي لما بقيت إسرائيل، ليس فقط بعد 7 أكتوبر وإنما كذلك من قبلها. الدعوة جاءت بعد حالة من المد والجزر في العلاقة، أو من التراشق الإعلامي بين الأطراف. هذه الكلمة الأولى أو الخطاب الأول الذي سيلقيه منذ 4 أعوام. هذا الذي يميزه حقيقة الظروف العامة التي تحيط بالإقليم وبالعالم. بنيامين نتنياهو يحمل معه أجندات أصبحت مكشوفة للشارع الأمريكي والسياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية. سيقدم اليوم عرضا مسرحيا، وهكذا بعض الصحف في إسرائيل وصفته، رغم أن هناك دعما غير مسبوق من قبل مكونات السياسة. ودعوني أذكر جدعون ساعر المنشق عن حزب الليكود والوزير المستقيل من حكومة الحرب قبل 3 أو 4 أشهر، أعلن في بيان له دعمه المطلق لبنيامين نتنياهو في مسعاه من أجل تثبيت
أمن إسرائيل وتثبيت وجودها. إذن بنيامين نتنياهو اليوم سيقدم عرضا مسرحيا سيتحدث به عن عمليات قتل واغتصاب وفضائع ارتكبت في 7 أكتوبر، سينتقل إلى الواجهة الشمالية لفلسطين يتحدث عن حزب الله والتهديد الوجودي والخطر الوجودي، ثم سينتقل إلى الأسطوانة التي لطالما رددها بنيامين نتنياهو، عرضه المسرحي الأكبر الذي قدمه في العام 2017 في الأمم المتحدة والذي يتعلق بالمشروع النووي الإيراني. لذلك بنيامين نتنياهو والقارئ الواقع على في الميدان، طيب سيد على أحمد، يشهد توتر. سيد أحمد، يعني خلال هذه زيارة لبنيامين نتنياهو، كان يعني على سبيل المثال المرشحة كاميلا هاريس تذرعت بأنها لن تستطيع حضور هذه الجلسة بالرغم من أنه بحسب البروتوكول كان من الواجب أن تترأس هذه الجلسة للكونغرس. من المنتظر أيضا أن يقابل على الناحية الأخرى دونالد ترامب الذي كان قد شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رسالته. في رأيك ما الذي يقرأ فيما يخص العلاقة الأمريكية الإسرائيلية بعد الانتخابات من هذين الموقفين؟ يعني هذا يأخذنا إلى مسألة التظاهرات والاحتجاجات التي حقيقة تعبر عن تغير في الوعي الأمريكي. التظاهرات التي سادت الجامعات الأمريكية هي تعبيرا صريحا عن تغير في الوعي الأمريكي، هو إحلال للرواية الفلسطينية ولو بجزئية معينة مكان الرواية الإسرائيلية، هو تراجع الرواية الإسرائيلية. هذا يعني بأنه أن الرئيس الأمريكي بايدن وأول رئيس أمريكي تطيح به الأحداث في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إذا أن انسحابه من السباق هو مرده ليس كما حاول البعض أن يروجه البعد الصحي والعمر للرئيس بايدن إطلاقا، وإنما قناعة الديمقراطيين بأن هناك هزيمة سيمنى بها الحزب الديمقراطي، مردها الأوضاع في الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص في القضية الفلسطينية. إذا الآن هناك تخوف إن كان من الرئيس السابق دونالد ترامب أو من رئيسة أو مرشحة الرئاسة الأمريكية القادمة من الصوت الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية. لذلك نشاهد بعض الذبذبات في تصريحات بايدن فيما يتعلق ترامب فيما يتعلق بلقائه بنتنياهو، وهذا مرة أخرى مرده أن الصوت الآن اليهودي لم يعد ذات الأهمية أمام الصوت المناصر للقضية الفلسطينية في الداخل الأمريكي. سيد أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. الآن أعود من جديد للزميلين أحمد أبو زيد ودينا زهرة لاستكمال بقية ملفات هذه النشرة، إليكما مجددا. شكرا جزيلا. نشر حزب الله اللبناني لقطات من مسيرة قال إنها كشفت عن تفاصيل لقاعدة رماد ديفيد الجوية الإسرائيلية والتي تقع على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي الحدود اللبنانية. قالت مصادر في الحزب إنه ربما تكون هذه المرة الأولى في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي التي تتم فيها عملية اختراق للمجال الجوي لقاعدة جوية، مشيرة إلى أنه بالرغم من الاستنفار العالي داخل إسرائيل فإن المسيرة أرسلت وجرى تضليل الدفاعات الجوية وأجهزة الرصد والاستطلاع مع عودة المسيرة باللقطات المطلوبة. الدلالات التي يحملها هذا الكشف من جانب حزب الله من جديد للقطات يقول إن المسيرة كشفت عنها لقاعدة رماد ديفيد، مع فيروز مكي في هذه الوقفة من جديد. فيروز، بالتأكيد أحمد، شكرا لك. وللمزيد ينضم إلينا من بيروت العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، في البداية أرحب بك. يعني مسيرة حزب الله التي أطلق عليها اسم الهدهد بات كثيرون يسألون بعد أن عادت بصور وفيديوهات حساسة لقاعدة جوية إسرائيلية، ما هي أهم الرسائل التي تحملها أو يحملها هذا الهدهد؟ يعني أولا كما جاء في تقريركم أن فعلا أن تصوير قاعدة جوية، يعني يجب أن يكون هناك مراصد هامة جدا لحماية تلك القاعدة، ولكن هذا أهم رسالة أن صورت مركز قيادة وقاعدة جوية. هذه أول رسالة. الرسالة الثانية أن الاستطاعة وصول هذه المسيرة الهدهد والتصوير في كامل
حيفا وكامل الجليل وصولا إلى حيفا وتصوير مركز صناعات عسكرية سابق الرافائيل، مركز صناعات مهم كتير يعني سابقا بالهدهد واحد. ولكن إذا عدنا إلى بالتاريخ إلى سنتين سابقتين، استطاعت إحدى المسيرات لحزب الله الوصول إلى جنوبي الكيان المحتل وتصوير المفاعل ديمونا. يعني ليس جديدا هذا التصوير. أولا ممكن أن يكون هذه الطائرة كونها لا تسلك الدفاع الأجواء المتوسطة والعالية، حيث أن كل الرادارات مركزة بالاتجاه من الوسط وما فوق، وحيث أن حركات الأرض ممكن أن تكون التلال والهضاب والجبال ممكن أن تتحكم بها الطائرة أن تدخل في وادي وتخرج من مكان لا يرصدها الرادار. وكذلك هناك أشياء صنعت في هذه الطائرة حديثا، وهي أن يكون محركها محرك كهربائي وذو تغذية دائمة أثناء طيرانها في الجو، وهذا لا ينبعث منه أي غازات أو دخان مثلا حتى يدل عليه، يعني حتى يتم استدلال عليها. في هذه النقطة سيادة العميد، نعم في هذه النقطة سيادة العميد، يعني في الآونة الأخيرة أو في أقل من أسبوع تم استهداف منطقة أيلات، تم استهداف تل أبيب بحد ذاتها، وأيضا هذه المسيرة التابعة لحزب الله أو الهدهد التي وصلت إلى عمق 50 كيلومتر داخل الحدود. في رأيك إلى أي مدى قد تتسبب كل هذه الأحداث في أن تقوم إسرائيل في إعادة النظر في استراتيجياتها العسكرية، ولأي مدى أيضا تؤثر معنويا على الجندي الإسرائيلي الذي كان يثق ثقة عمياء ربما بمنظومته العسكرية؟ يعني عندما كنا نعير طهران وحلفائها بأنهم يعني اتخذوا قرار الصبر الاستراتيجي، يبدو أن العدو الإسرائيلي اليوم من ألزم بقرار الصبر الاستراتيجي ولا يستطيع الرد حتى قبل أن يدرس التداعيات الممكنة لأي رد محتمل. يعني هذا على جبهة لبنان، إذا كان رد باتجاه اليمن وأحرق مستودعات ويعني عملية فولكلورية فيها بهرجة كثيرة بأن النار صدرت من محروقات يعني أو خزانات محروقات، يعني هذا أباح لليمن بأن تقصف أماكن طاقة وكذلك أماكن خزانات محروقات وخزانات إنتاج بترول. هذا أولا. ثانيا اليوم يعني يبدو أن ما كانت إسرائيل تفتخر به من دفاعات جوية سواء بالقبة الحديدية أو حتى مقلاع داود أو الحيتس السهم الذي يتعاطى مع الطيران المستوى العالي، يعني كل هذا لم ينفع مع الطائرات المسيرة المنخفضة العلو والمنخفضة إصدار كما قلت لك دخان أو الصوت. ولكن كذلك تمتاز تلك المسيرات عفوا بموضوع بسيط بعد، هناك ثلاث أنواع من المسيرات صنعتها إيران. أول مسيرة هي مرتبطة بالمشغل بشكل دائم. سيادة العميد بالتأكيد تكون معنا في وقفة إخبارية أخرى للحديث بالتفصيل أكثر عن هذه المسيرات، ولكن لضيق الوقت الآن أشكرك سيادة العميد دناي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نعود من جديد لزميلين أحمد أبو زيد ودينا زهرة لاستكمال ملفات هذه النشرة، إليكما مجددا. شكرا جزيلا. إلى ملف سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن الطريق إلى البيت الأبيض يمر عبر ولاية ويسكونسن. وفي أول تجمع انتخابي في مدينة ميلوكي في ولاية ويسكونسن، قالت هاريس أن هناك 105 أيام قبل الانتخابات ستكون حافلة بالعمل الشاق لتحقيق النصر. أتشرف كثيراً وأتعهد بقضاء الأسابيع المقبلة في جهود توحيد حزبنا حتى نستعد للفوز في نوفمبر. إذن أصدقائي، هناك 105 أيام قبل الانتخابات، وفي هذا الوقت أمامنا عمل نؤديه، ولكننا لا نخشى العمل الشاق بل نحن نعشقه، أليس كذلك؟ وسننتصر في هذه الانتخابات. نعم، سننتصر. تقدمت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بشكوى إلى لجنة الانتخابات الاتحادية ضد استخدام نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن. وقالت حملة ترامب إن هاريس بصدد ارتكاب ما وصفته الحملة بأنه أكبر انتهاك لتمويل الحملات الانتخابية في التاريخ الأمريكي، والتي تبلغ قيمتها 95 مليون دولار. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بإصابة عسكري روسي في انفجار داخل سيارة شمالي العاصمة موسكو. وأشار مراسلنا إلى أن قوات الأمن الروسية طلبت من السكان الذين يعيشون في محيط موقع الانفجار القريب من مطار شيرميتفا بعدم مغادرة منازلهم والابتعاد عن النوافذ. كانت وكالة رويترز قد أشارت إلى أن العسكري الذي أصيب في انفجار السيارة هو ضابط في الاستخبارات العسكرية الروسية. كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت في السيارة. أضافت أن الشرطة تجري تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث للقبض على الضالعين فيه. وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في ضوء تنامي الاحتياج للاستهلاك المحلي وفي إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة. وأكد خلال اجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين جهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية، كما وجه بتكثيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة. تتوقع وزارة المالية الفلسطينية ارتفاع العجز الإجمالي لموازنة العام الجاري بنسبة تصل إلى 172% بوتيرة سنوية نتيجة العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة. وقالت في بيانها إن الإيرادات مرشحة للتراجع بنحو 21% نتيجة العدوان على قطاع غزة. وجاء البيان بعد موافقة الرئيس محمود عباس على موازنة الطوارئ لعام 2024 والتي تتضمن إجراءات تقشفية. ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب القطاع العام بالكامل منذ عام 2022 بسبب تراجع المساعدات وحجب الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة. تنطلق اليوم فعاليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بمنافسات كرة القدم،
يشهد الحدث العالمي تنافس الرياضيين في 32 رياضة مختلفة، من بينها 28 رياضة أساسية وأربع رياضات مستجدة، بمشاركة ما يقرب من 10500 رياضي يمثلون 206 لجان أولمبية وطنية، على أن يتم تنظيم 329 فعالية رياضية موزعة على اختصاصات مختلفة. حفل الافتتاح الرسمي للدورة سيقام الجمعة المقبلة خارج الملاعب الرياضية، إذ اختارت اللجنة المنظمة نهر السين ليكون مسرحا لهذا الحدث بمشاركة هذا العدد الضخم من الرياضيين الذين يمثلون نحو 200 دولة. من لقطات ديدي ديشام وهو يحمل الشعلة الأولمبية في فرنسا، نتحول هذه المرة من جديد إلى فيروز ومزيد من تسليط الضوء على دورة الألعاب الأولمبية فيروز. شكرا لك أحمد. شكرا دينا. للمزيد ينضم إلينا من باريس خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية. يعني خالد، في البداية كيف هي الأجواء لديك قبل دقائق ربما على انطلاق الأولمبياد بمنافسات كرة القدم؟ نعم فيروز، بعد التحية الجماهير المصرية وجاءت من باريس إلى مدينة نانت، حيث بعد قليل ستغادر بعثة المنتخب الوطني الأولمبي المصري مقر هذا المقر من خلفي، متجهة إلى استاد لابوجوار في مدينة نانت لهذه المباراة التي وصفت بالأهم لأنها في بداية هذه المسابقة وستكون يعني ضربة بداية قوية للمنتخب المصري. الصحف الفرنسية تحدثت على حظوظ المنتخب المصري في هذه المجموعة مع نظيره الإسباني، حيث أن منتخب المصري يعني يوصف بأنه قوي في خلال هذه المجموعة التي أيضا تضم معهم أوزبكستان، ولهذا اللقاء اليوم هو اللقاء الأهم بالنسبة للصحف الفرنسية، سيضع الفراعنة في المقدمة، وأن اللقاء الأخير والتي ستستضيفه مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا سيكون له أهمية كبرى، ولهذا يعني هناك هذه الاستعدادات وهذا الدعم، استعدادات أمنية كبيرة ليس فقط هنا في مدينة نانت ولكن أيضا في مدينة مدينة مارسيليا وفي مدينة باريس أيضا لعدة مباريات أخرى. نعم بالتأكيد سنكون معك على مدار اليوم وفي تغطيات إخبارية قادمة اليوم وفي الأيام القادمة لتغطية الأولمبياد في فرنسا، وبالتأكيد نتمنى الحظ الوافر للمنتخب المصري في لقائه اليوم. شكرا لك خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرة من باريس. والآن نعود من جديد إلى زميلين أحمد أبو زيد ودينا زهراء، إليكم مجددا. شكرا جزيلا. شكرا لك فيروز. إذن مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لختام هذه النشرة، لم يتبقى سوى التذكير بالعناوين. مصدر مصري رفيع المستوى ينفي وجود وفود إسرائيلي أو فلسطينية في مصر للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة. كلمة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أمام الكونغرس الأمريكي، ومظاهرات ضخمة في واشنطن اعتراضا على الزيارة. حزب الله ينشر مقطع فيديو لتصوير جوي يقول إنه لقاعدة راميد دافيد العسكرية الإسرائيلية. ختام النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة. شكرا لك أحمد. شكرا جزيلا دينا، في أمان الله.